ستصدمك هذه المعلومة، تكتسب الأرض كتلة بوزن 40,000 طن سنوياً. يولد المزيد من الناس وتشيد بنايات وهياكل جديدة. قد تظن أن هذا هو مصدر الكتلة الزائدة، لكن كلا، هذه الأبنية مصنوعة من مواد موجودة على الأرض. مصدر الكتلة الإضافية غبار يسقط على الأرض من الفضاء، وهذا الغبار عبارة عن مخلفات قادمة من نظامنا الشمسي، مثل أجرام فضائية لم تتمكن من تشكيل كوكب، أو بقايا كويكبات ونيازك متفككة وعائمة في الفضاء. تشبه الأرض مكنسة كهربائية عملاقة تعمل بالجاذبية وتشفط كل جزيئات الغبار. باختصار، وزن الأرض يزيد. تزعم بعض الحسابات أن الأرض بالكامل بما في ذلك الغلاف الجوي والبحار تفقد حوالي 50,000 طن من كتلتها سنويا. بعض الغازات مثل الهيدروجين والهيليوم موجودة داخل غلاف الأرض الجوي، لكنها خفيفة جدا لدرجة أن الجاذبية تعجز عن الاحتفاظ بها، لذا تتسرب كميات كبيرة من هذه الغازات من كوكبنا كل سنة بمعدل 3 كيلوغرامات من الهيدروجين كل ثانية. تبدو هذه الكمية هائلة، لكن الأرض ثقيلة جدا، وسيستغرق انفلات كل الهيدروجين من غلافنا الجوي تريليونات السنين. إلى جانب ذلك، نواة الأرض تشبه مفاعلا نوويا كبيرا، إنها تعمل طوال الوقت وبالتالي تفقد الطاقة تدريجيا، مما يعني فقدان الكتلة أيضا. ليست الأرض كروية تماما، بل تشبه الكرة المسحوقة، وأثناء دوران الأرض يتم توجيه الجاذبية نحو مركزها، بينما تتجه قوة الطرد المركزي إلى الخارج. محور الأرض مائل، لذا لا تعترض قوة الطرد المركزي الجاذبية من كل الجهات، كما تدفع الجاذبية كتل اليابسة والماء للأعلى عند خط الاستواء، مما ينتج عنه انتفاخ هناك. قياس محيط خصر الأرض 40,075 كيلومتر. وزنك عند الوقوف عند أحد القطبين أعلى منه عند خط الاستواء، لكن من ناحية نقصان الوزن، بلوتو هو الخيار الأفضل بلا منازع. إن كان وزنك 68 كيلوغرام، سيصبح حوالي 5 كيلوغرامات هناك، لكن تجنب كوكب المشتري، سيصبح وزنك أكثر من 160 كيلوغرام. لون كوكب الأرض الحالي أخضر وأزرق، لكن يرجح أنه كان بنفسجيا في الماضي. يعتقد العلماء أن ميكروبات قديمة استخدمت جزيئا آخر للاستفادة من ضوء الشمس بدل الكلوروفيل الذي يمنح النباتات لونها الأخضر، وربما قام هذا الجزيء بمنح الكائنات الحية لونا بنفسجيا. الأرض كهربائية، ضربة صاعقة واحدة فقط قد تزيد حرارة الهواء إلى أكثر من 27,700 درجة مئوية، ويؤدي هذا إلى تمدد الهواء بسرعة. الهواء المتمدد يسبب موجة صادمة نعرفها باسم الرعد. تظهر 6,000 ومضة صاعقة في كافة أنحاء العالم كل دقيقة، وأطولها ظهرت في سماء البرازيل بطول 700 كيلومتر. توصلت دراسات حديثة إلى أن نواة الأرض حارة مثل سطح الشمس، أعلى من 5,200 درجة مئوية. أكثر منطقة جافة على الأرض هي صحراء أتاكاما في بيرو وتشيلي. توجد مناطق في وسط صحراء أتاكاما لم يسجل فيها هبوط أي أمطار على الإطلاق، وأبرد مكان في العالم هو أنتاركتيكا، حيث تصل درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى 73 درجة مئوية تحت الصفر. لا أريد الذهاب هناك شكرا. كما أنها أكبر صحراء على وجه الأرض، نتخيل الصحارى كمناطق رملية شاسعة وحارة، لكن ثمة صحارى ساحلية وشبه استوائية وقطبية، تضم جميعها مناطق جافة ومقفرة، مما يصعب على الحيوانات والنباتات العيش فيها. المحيط الهادئ هو الحوض المحيطي الأكبر في العالم، ويغطي مساحة هائلة تبلغ 207 مليون كيلومتر مربع. يضم المحيط الهادئ أكثر من نصف المياه على الأرض، كما أنه كبير جدا لدرجة أنه يتسع لكل قارات الأرض. كان لكوكبنا قمران، أو هذا ما يعتقده العلماء. كان القمر الثاني أصغر بحوالي 3 مرات تقريبا من قمرنا الحالي، وربما دار حول الأرض قبل أن يصطدم بالقمر الأكبر. قد يفسر هذا الاصطدام سبب عدم تساوي جانبي القمر الحالي. تحدث الزلازل على القمر مع أنه يبدو خامدا من منظورنا، إلا أن القمر يهتز بالتأكيد، لكن بشكل أقل من الأرض. تهتز الزلازل القمرية على أعماق هائلة، خاصة في منتصف المسافة بين مركز القمر وسطحه.
للوصول إلى أطول سلسلة جبلية في العالم، يجب علينا التوجه إلى أعماق المحيط الأطلسي، حيث سنجد سلسلة براكين تصل لارتفاع 5.5 كيلومترات من القاع، وتمتد لمسافة تتجاوز 65,000 كيلومتر. كوكبنا مذهل، فعمره يتجاوز 4.5 مليار سنة، مما يجعله أقدم من البشر 10,000 مرة. لكنه مختلف عما كان عليه في بداياته، فقد تمت إعادة تدوير الأرض التي نسير عليها. هناك دورة خاصة للأرض، تصعد الصهارة من أعماقها وتتصلب على شكل مادة صخرية، وتجلب الحركات التكتونية الصخور إلى السطح، حيث تحدث التعرية، وهي العملية التي تقوم فيها الرياح والمياه والقوى الطبيعية الأخرى بتفكيك الصخور وتغييرها. تدفن هذه القطع الصغيرة وتترسب وتضغط وتتحول إلى صخور رسوبية مثل الحجر الرملي، وعندما تدفن هذه الصخور إلى أعماق كافية تتحول مع الضغط إلى صهارة وتتكرر الدورة من جديد. من المعتاد رؤية انبعاث الحمم والرماد من البراكين، لكن بعض البراكين تنتج ومضات برق. في عام 2020 بدأ بركان نوتال الذي يبعد 65 كيلومترا عن مانيلا عاصمة الفلبين في نفث الدخان والرماد إلى ارتفاعات عالية في السماء، وداخل عمود الرماد تصادمت قطع صغيرة وولدت ومضات برق متفرقة في السماء. البحيرات أيضا تثور وتنفجر، نيوس ومونون وكيفو ثلاث بحيرات تقع فوق براكين، وبسبب وجود الصهارة تحت سطح البحيرات يتسرب ثاني أكسيد الكربون إليها ويخلق طبقة غازية عميقة فوق قاع البحيرات. هذا نادر الحدوث، لكن ثاني أكسيد الكربون قد ينفجر ويشكل سحابة غازية مخيفة على غرار ما تفعله البراكين. 70% من سطح الأرض مغطى بالمحيطات، لكننا لم نستكشف سوى 5% منها فقط. قبل حوالي 300 مليون سنة، لم أكن موجودا حينها، كان العالم قارة عملاقة واحدة تسمى بانجيا، مع أبو المحيطات المسمى بانتالاسا. من الغريب أن الشعب المرجانية هي أكبر الهياكل الحية، حيث تشكل معا مجتمعا حقيقيا من الكائنات الحية وجزءا حيويا من نظام الأرض البيئي، كما يمكن رؤية بعض الهياكل المرجانية الكبيرة من الفضاء. شكل سطح الأرض ليس متساويا، وهذا يعني أن كتلتها غير متساوية أيضا، ولذلك تتفاوت الجاذبية بين مناطق الأرض. هناك حالة شاذة غامضة في خليج هدسون بكندا، الجاذبية في هذه المنطقة أقل من المناطق المحيطة بها، ويعتقد العلماء أن ذوبان الأنهار الجليدية هو السبب في ذلك. خلال العصر الجليدي الأخير كانت تلك المنطقة مغطاة بالجليد، لكنه ذاب واختفى قبل زمن طويل، ومع ذلك لم يتعافى كوكبنا تماما من العبء الجليدي. الجاذبية فوق أي منطقة متناسبة مع كتلتها، لكن النهر الجليدي ترك بصمة دفعت جزءا من كتلة الأرض، وهذا من أسباب ضعف الجاذبية في تلك المنطقة. تزداد بعض الحشرات سوءا في الفضاء عندما تنعدم الجاذبية. أظهرت دراسات أن بعض البكتيريا مثل السالمونيلا تسبب أضرارا أكبر في الفضاء، وذلك لأن قوتها تزيد ونشاطها يتغير في انعدام الجاذبية. لذلك يجدر بأفلام الرعب أن تتحدث عن الميكروبات الأرضية وليس الفضائية التي تزيد شرا بدون الجاذبية. يزداد طول أيام الأرض ببطء. عندما تشكلت الأرض استغرق اليوم حوالي 6 ساعات فقط، وطال بالتدريج. قبل 620 مليون سنة استمر اليوم 22 ساعة، وفي الوقت الحالي يستمر 24 ساعة، لكنه يزيد بنحو 1.7 ملي ثانية كل قرن، ويحدث هذا بسبب القمر، فهو يبطئ دوران الأرض بموجات المد والجزر الذي يساعد في تشكيلها. عندما تدور الأرض يتم سحب ارتفاع المد والجزر قليلا أمام محور القمر والأرض، وهذا يخلق قوة تبطئ سرعة دوران الأرض، وهكذا تطول الأيام لكن ببطء شديد. لا يزال يتوجب علينا الالتزام بجدول 24 ساعة لزمن طويل. تبدو نواة الأرض بعيدة عنا، لكن المسافة ليست كبيرة، 3,000 كيلومتر فقط، وهذا أقصر من الطريق 66. وقع أقوى زلزال مسجل في تشيلي بقوة 9.5. إن وصلت قوة أي زلزال إلى 12 درجة فقد يقسم الأرض إلى نصفين، وعند حدوث الزلزال قد يصيب مسافة تتجاوز 640 كيلومترا تحت السطح. لهذا السبب قد يحس الناس على جانب الأرض الآخر بالزلزال حرفيا.
عدد الفيروسات الفردية على الأرض أكثر بحوالي 100 مليون مرة من عدد النجوم في الكون. السحب ليست مجرد أجسام منفوشة نحب تأملها، فهي تساعد على تنظيم درجة حرارة الكوكب. لو تمكننا من سحب كل قطرات الماء في السحب ووضعها على سطح الأرض، فستغطي كامل الأرض بغشاء سائل بسماكة شعرة الإنسان. ومع ذلك فإن كمية الماء الصغيرة هذه تسبب اختلافات كبيرة في الطقس والمناخ. بدون الغيوم ستسخن الأرض بحوالي 7 درجات مئوية.